بكم يا متابعين الكرام. اليوم سوف ترون الشعب الجزائري والفريق الوطني للجزائر. صور ايضا هناك واحد السيده كانت اتت الى القناه في المباراه النصف النهائيه قبل مباراه نيجيريا وتحدثت مع زميلنا الصحفي وليد عمري وقالت باني رايت رؤيه بانه هذا المنتخب سيتوج بالكان توج بكاس امم افريقيا. وهذه السيده للامانه هي من مدينه مليانة بولايه عين دفله، يعني الرؤيه تاعها تحققت والحمد لله ونحن نشكرها كثير وراح اكيد نستضيفوها في البلاصه ان شاء الله. ان شاء الله يعني الرؤيه تاعها تحققت وتنبهت بما قالت الحمد لله. ان شاء الله ايضا تكون علينا في الخير في كاس امم افريقيا القادمه. باش ما ننساش ثاني جوست سويتي بون انيفرسار للزوجه. ربي ربي ان شاء الله يطول طول العمر وربي يحفظها ان شاء الله. اليوم عيد ميلادها. وباش ما ننساش ثاني شوف يعني حتى هذا اليوم تاريخي راح لا ينسى. واش نصادف ثاني باش نعطوا كل حاجه نعطوا لها حقها. شوف رانا فرحانين ما تنجمش نفرح اللي رانا فرحانين بها. مي وشنو هاد الفرحة هادي باش تتكمل؟ وداير المام بريزيدون فيديراسيون راهو قالها، قالك لازم دوكا يفو كونسي ونخدمو دوكا البلوطا كيفاش لافونير ايتو باش تخدم لافونير دوكا مالازمش نتكلو غير على ليكيب ناسيونال، لازم دوكا نمدو لهم لي جوار ليكيب ناسيونال، وباش نمد لهم لازم لي كلوب هادو يسقمو روحهم، دونك انا باش نلحق ذاك لي كلوب كاين فريق راح يمثل الجزائر في كأس الشامبيونز ليغ. اللي هو اتحاد العاصمه راك على بالك سبقتني جوستومون باش نتكلم سي جوست اونتر بارونتيز هذيا باش ما نكسروش الفرحه على الناس. سي جوست على الاتحاد العاصمه راهو يجوز في مرحله صعيبه بزاف، لازم على الناس تاع الاتحاد يوقفوا عليها ولازم يبان وين هو رايح هذا الفريق هذا باسكو جوسكا بريزون راهو في نفق مظلم واحد ما على بالو وين هو رايح ورانا ظالمين في حال. دونك نداء لكل ابناء الاتحاد ما نقولوا يتلفوا بهذا الفريق هذا اللي راهو محتاجهم، ما نقولوش غير الفريق ابناء الاتحاد، مام السلطات المعنيه تسمى السلطات المعنيه لازم تتدخل لان هذا الفريق راه ريبريزونتي فريق جزائري في رابطه ابطال افريقيا الجزائر ان شاء الله السلطات تكون على علم بهذه الامور و التقديم يد المساعده لهذا النادي الذي قدم لاعبين كبار لازم نكونفيرميو الوطني وفي البطوله الجزائريه. هذا كوب دافريك اللي ديناها لازم نكونفيرميو بها بلي كلوب تاعنا اكيد اللي المستوى تاعنا يطلع ان شاء الله. ان شاء الله وراح نستضيفوك في المواعيد المقبله اللاعب المتالق محمد حمدود. شكرا جزيلا لك على كل ما قدمته لنا وعلى حضورك ورحبت صحراك. شكرا لك شكرا لك محمد حمدود شكرا لك شكرا لك. بالك نلحقوا شويه على الفرحه هذه ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك. اذا مشاهدينا الكرام كما نتابع اذا الصوره اصدق من الف تعبير نعجز في مقال